بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي والتحق بنا ضيفنا اليوم لاعب السيربيه من اللاعبيه الصاعدين في تشكيله النادي البنزرتي اللاعب مهاب عوينه. مهاب اهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا بكيف مستمعين من اكسبريس اف ام. صافا شنو الامور اخوي؟ والله الحمد لله. مرحبا بك مهاب، تبين الصباح اليوم اي بدات تشد بعضها شويه بالشامبيون باش ترجع تو. اكيد اكيد، بعد ما سمعنا اليوم اللي شامبيون نورمالمون ترجع كواحد لازم يحضر تو ماتشات جايين. ما علينا كان نحضروا معناتها شامبيون قربت هاي. السيابي حاضرين ان شاء الله. نورمالمون حاضرين مادام باش ندخلوا في الشامبيون في ناسيونال لازم يكونوا حاضرين. عم ناول عام صعيب تعدى مهاب على السيابي السنه، كيفاش؟ صحيح عام صعيب مالجري الاسامي معناتها اللي شفتهم، معناتها عام صعيب. في الاخر معناتها منعنا خطر تعب، معناتها تعبنا برشا باش وصلنا منعنا. السنه ان شاء الله نبداو ناخذوا باين على بكري. سورتو في لي ماتش الاولانيين نكونوا معناتها حاضرين باش ناخذوا باينه من الاول وكا. قلت لي مالجري كانوا فما برشا اسامي خرجوا، ظهر لي ادي مرجي بجابرييل كاك العون اللي يكن عاش فكرني انت شكون اخ نجم يخلوا بلاصتهم. صحراوي بوسنينه اللي كادر نتاع ليكيب بيس كل خرجوا. نجم يخلوا بلاصتهم اللاعبيه هذم شويه. هو راهو باش يخليو بلاصتهم ليه خاطر باش يحضر زازي مادام جمعيه كبيره كيما سيابي متقف على حتى اسم، معناتها باش يجي لازم يكون حاضر لازم يعاود. مي يقعدوا سيمي كبار دي كادر في الجمعيه. اليوم عندنا جروب معناتها بريسك صغار الكل مع دي كادر كيما شهاب مفرج كيما مطرابلسي فهمي قاسم نعم دي كادر قعدوا معناتها وعازنا بهم تشكيله. ما علينا كان معناتها ياثرونا هما معناتها خاطر هما الكبار باش نكونوا حاضرين في السيزون الجديده ان شاء الله. يقول القائد الملاعبين اللي كانوا الكل والافكتيف الممتاز اللي كان للسيابي، والسيابي كان تقريبا منعت في اخر جوله من الشامبيونات، كيفاش باش تكون الحاله السنه؟ شنو الميساج تعدي لحبايب السيابي؟ يتمنوا على جمعيتهم ولا كيفاش؟ بالطبيعه مادام السيابي ديما في يدي امينه معناتها مع جوار السيابي معناتها نحن لازمنا ناخذوا باين على بكري باش ما نقعدوش في الغصره نتاع اللي قعدنا فيها عام ناول معناتها سيرتو الجمهور. نطلبوا من الجمهور ناخذوا باين على ناخذوا باين من بكري، نطلبوا الجمهور يدز معنا من الاول ما نقعدوش الغصره الاخرانيه معناتها شفت معناتها كان ما مش ماتش من هنا خسرناه وماتش مغادي تربح نتاع ستاتونزيان معناتها نجم نكونوا في ليغ 2 لا قدر الله. اليوم معناتها عطانا ربي فرصه جديده باش نكونوا معناتها نبرهنوا بالليفكتيف الموجود نتاع السنه معناتها نحسنوا رواحنا نبداو بدايه باهيه باش معناتها ما نبقاوش في الغصره نتاع مناول معنا. الانتدابات كيفاش تشوفها اللي جات؟ قادرين يقدموا الاضافه يعاونوكم مهاب نحكيو فهمي قاسم ايمن طرابلسي شكون ياخذ فكرني مساج؟ ايمن طرابلسي فهمي قاسم لاعب جزائري في المحور ظهر لي. دي جوار كادر مع دي جوار عنده اكسبيريونس دي جوار معناتها حتى جمال الدين شاتيل كرجع معناتها ما كانش موجود برشا العام اللي فات خاطر تحصر في الجزائر معناتها في الكورونا معناتها لازمنا معناتها هما اللي باش يدزوا معانا معناتها هما لي كادر ريكروتمون معناتها سيبلي في بلايصهم دي كادر نتاع ايكيب باش يدزوا مع الصغار باش نعملوا افكتيف باهي. ديجا معناتها نحن توا متفاهمين على الاخر معناتها في الفيستير امورنا باهيه تبقى معناتها الحاجه بيدين معناتها المسؤولين توا باش يدزوا معانا اكثر معناتها. البدايه باش تكون ماتش صعيب مع ايطوال. صحيح ماتش ماهوش ساهل معناتها ماتش كونتر ليتوال صحيح مش ساهل مي في بنزرت معناتها ما لازموش نساهموا في النقاط معناتها لازمنا ما نخموش في ان بوان ولا في ديفيت معناتها لازمنا نربحوا الماتش باش نبداو به السيري نتاع لي فيكتوار ان شاء الله. باش يكون في البصيري المقابله. صحيح اللي نعرف ظهر لي ارضيتو ماهيش ولا بد. الارضيتو مش ولا بد مي ما عندنا حتى حل تو معناتها باش نقعدوا من تيران تيران حاجه صعيبه معناتها عائق صعيب معناتها قاعدين نعيشوا في حاجه صعيبه برشا. اليوم ترينيو في زرزونة غدو ترينيو معناتها في مزل عبد الرحمن نرجعوا للبسيري معناتها التيران عائق كبير معناتها نورمالمون 5 سنين ولا قد ايه التيران تاعنا معناتها ماهوش حاضر. نورمالمون معناتها راهو مينيموم عندنا التيران معناتها ما طالبين شيء التيران باش نلعبوا فيه. البسيري حل الوحيد معناتها في بنزرت باش الجمهور معناتها يدز معنا اكثر معناتها عباد قريب معناتها متسانسين بيه تو تسانسنا بيه. ديجا لعبنا فيه البريود معناتها نتاع البريود نتاع التيح هذيك لعبناها غادي منعنا غادي وان شاء الله نكملوا غادي معناتها مادام فما حتى تيران نكملوا غادي ما علينا كان معناتها نكملوا غادي معنا حتى حل اخر. لو كان جات في السيابيت كوف في 15 اكتوبر قدام الببليك الكبير نتاع السيابيت اللي نعرفوه مهاب تبدل تفرق نتصور. اكيد 50% نقول لك معناتها 50% الجمهور معناتها الماتش تدخلوا رابحوا معناتها بالجمهور بالعيطه نتاع جمهور السيابيك تبدا داخل معناتها تسمع العيطه هذيك ما حتى الادفيرسير معناتها يقرا الف حساب مش كيمشي يجي يلعب في تيران اخر مش كيمشي يجي يلعب في 15 اكتوبر معناتها حاجه تفرق برشا.
حافز معنوي لنا نحن معناتها نلعب في 15 اكتوبر، مطلب معناتها هذا ان شاء الله يتحقق في اقرب الاجيال ان شاء الله. عم نعمل كان برشا صعوبات خاصه للملاعبيه، برشا غرافات، الصعوبات الماليه ظهر اللي قلقتكم زادا، اثرت هذايا على السيابي عم نعمل؟ نجم نقول لك اثرت، نجم نقول لك ما اثرتش، خاطر كي تهبط لترامك تعرف اسلام باش تنسى كل شيء، معناتها تلعب بريود تياح ما تخممش في الفلوس، مي تنجم تكون اثرت من الاول. فما غرافات، فما اونترينمون ماهيش كامله، جمعه كامله ماهيش، مره ترين مره تقص مره غريف على اونترينمون، يقلق هذا ولا؟ يقلق صحيح، مي هذاك علاش توا ماذا بينا معناتها تجي كل شيء توفر لنا سبل النجاح، سيرتو جروب صغير، اسلام تعرف توا طفل صغير كي مش تجي باش يتمس معناتها مخساره اثنين في جره الحكايه هذه معناتها باش يتمس. لازم معناتها توفر لنا كل سبل النجاح توا باش نخدموا على رواحنا، خاطر تحب ولا تكره الفلوس معناتها ماذا بينا على الفلوس مي كيما تجيش مانيش معناتها باش نيقفوا جمله معناها. ماذا بينا معناتها تجي الفلوس مي حتى كان ما جاتش معناتها نحاولوا نحن نخليوا الفلوس تجي باللي فيكتوار ان شاء الله. بالكلام ولا بالتطبيق هذا؟ خاطر عم نعرف من عباد السيابيه تقلقوا برشا من غياب الفلوس. حتى السنه باش نتقلقوا من غياب الفلوس كان مش تجي الفلوس. باش نبداو الحين مازال ما خلصوش لتو معناها. نورمالمون في الوعود معناتها فما فلوس على قريب ان شاء الله باش تسوي الوظائف نتاع اللاعبين الكل ان شاء الله. قداش القدم الشهريه ما خذيتوش مهاب؟ والله ما نعرفش بالضبط قدامي، فما معناتها نورمالمون باش تصفى الوضعيه الكل معناتها توا معناها. ما تعرفش شنو قدام شهريه ما خذيتش؟ لا ما نجمش نقول لك قدام شهريه ما خذيتش، مي نعرف قداه، ما نجمش نقول لك معناتها خاطر الوضعيه باش تتصفى، معناتها نجم غدوه معناتها الصباح تلقى روحك تصفت الوضعيه الكل معناتها تاع الفلوس الكل. معناتها زاد الرئيس وحده باش يقعد معناتها باش يقعد معناتها يدز وحده زاد ما ينجمش، لازم سيرتو تعرف المشاكل اللي يمر بهم هو توا. معناتها لازم فما شكون يعاون، فما رجال اعمال، فما معناتها طب محامين تدز مع السيابي سورتو في الوقت هذا، معناتها تعرف المشاكل اللي تعرض بها مجلس الجمعيه باش معناتها نكونوا خالصين مينيموم في الفلوس معناتها القديمه شويه، معناتها كما نقولوا فلوس عامله. تلاقيتوا وعود قلت لي من رئيس الجمعيه قاعد يحكي معاكم، كيفاش يتواصل معاكم وهو مش موجود تو بحريك؟ هو مش موجود في تونس، مي يتواصل مع لونترونور، يتواصل مع الكابيتان، يتواصل مع شهاب معناها كل يوم بريسك مع لونترونور قاعد يواصل لنا قاعد يصير. فما وعود معناتها نتاع فلوس، فما وعود نتاع على قريب معناتها امورنا معناتها بتتساوى الوضع الكل. قاعد يتواصل معناتها موش قاعد معناتها غادي معناتها كرئيس بالاسم معناتها بواز قاعد يتواصل مع لونترون قاعد يوصل لنا والكابتن قاعد يوصل لنا، ذاك هو طريقه الحوار بيناتنا توا حتى ربي يحلها معناتها ويروح هو شنو الحل. ما يقلقكمش انه مش موجود معاكم معناها فيزيكمون؟ والله ستي مورال هو تعرف معناتها بكل شيء معناتها كي يدخل الفستير بالسياحه بالعياط هذاك بالواحد معناتها يدزك باش تكون معناتها خير، بالطبيعه لازم يكون موجود ان شاء الله يروح على قريب، وسورتو المشاكل اللي تعدى بها معناتها ان شاء الله تتحل ان شاء الله. يقال انه شخصيه عبد السلام السعداني بون مانيش مستانسين بها برشا في تونس، في الرياضه في تونس، كيفاش تعامل معاكم انتم كملاعبيه؟ والله نحن كملاعبيه ديفيرون على الاخر، مش كيما معناتها تشوف فيه في الدنيا، معناتها كعبد عادي رئيس جمعيه عادي معناتها كيفاش نفسر لك معناتها ما عادي ماهوش كيما في الدنيا، مش كيما تشوفه معناتها سيح عايد كيما في البلي بلاتو. كلام على الاخر ما تحكي معاه تحسه معناتها يفهمك يقنعك معناتها مش كيف مش كيما الدنيا مش كيما معناتها تشوفي في البلاتو في الميديا معناتها. يقال انت عندك علاقه خاصه به، قريب لك وقريب له برشا. والله قريب لي برشا ما نعرفش، يمكن هو عندنا علاقه خاصه بعضنا، خاطر سيرتو جيت معناتها هو اللي جابني معناتها هو جابك من سيوتي هو بلال ياكن صحيح معناتها سي بلال هو اللي اقترح الفكره وقتها وصار لي كونتاكت معناتها وهو معناتها من بيا واعطاني الفرصه معناتها داز معايا برشا صحيح. عم نقول كانت ظهر لي السيزون تاعك متذبذ شويه انت مهاب، بديت بالباهي ظهر لي لعبت مع شكري البجاوي، بعد قعدت باساج افيد ما عرفتش تلعب برشا، بعد رجعت مع قيس اليعقوبي، شنو صار الوقت؟ والله ما صار شيء، شوا نتاع ديزونترونور معناتها جاو شافوا لي ما نستحقش نلعب، ما نستحقش نلعب معناتها عادي، خدمت على روحي صبرت معناتها ديجا هبطت وقتها جيت بريود هبطت سبور ترنيت سبور. عادي قعدت نخدم وقتها مع سي زياد في الاسبوار، خدمت صحيح كورت دي ماتش معناتها مع الاسبوار ماركيت فيهم، في الوقت اللي استحقيت فيه نرجع رجعت وبرهنت لي انا نجمعت عندي بلاصه، وفي في المومون الصعيب معناتها الحاجه الباهيه في المومون الصعيب معناتها استحقوني معناتها كنت موجود في المومون الصعيب سورتو في المومون هذاك. شنو الاضافه وقتها قدمتها في البطوله تعتبر نفسك مساهم في البقاء نتاع السيابي؟ والله وقتها اي واحد حتى يجي يتفرج في التيران معناتها في الجرادام مساهم في البقاء نتاع مع السيابي معناتها، حتى واحد يجي يترينا ويروح معناتها ماهوش كونفوكي راهو مساهم في البقاء نتاع السيابي معناتها. شنو علاقتك اليوم بمختار طرابلسي المدرب نتاعكم؟
والله هذه حكايه ما تحب نوضحها. برشا عباد تقول معناتها ما منش متفاهمين، برشا عباد تقول معناتها ما فهمتش انا، فما برشا حكايات قالوا مي فما ما فما شيء معناتها. فما صارت مشكله صغيره، صارت مشكله صغيره جا عباد الكل حكاوا عليها معناتها. اي معناها موجود، مش ما فما شيء، مش مش فما سوء تفاهم، مش قال عليها مشكله خاطر سوء تفاهم هذاك تلم في نهارو معناتها. جات مغدوة الصباح نترينا معناتها ما صار شيء. شنو سوء تفاهم؟ شنو صار؟ سوء تفاهم في الانترنمون عادي معناتها، واحد شو معناتها جاوب ولا كيف حصه، هو شافني نونشالون في الانترنمون ولا غالب معناتها صارت حاجه. هو صحيح ولا مو صحيح؟ مادام هونترونير باش يكون صحيح. اي انت صحيح، جات في الريود معناتها تقلقت شويه منك في الانترنمون، ما تعطيتيش فون معناها. والله هو شاف لي انا ذاك ذاك يمكن علاش ما خاطر شافني ما مانيش قاعد نعطي فون، مانيش في فورم تاع العاده، يمكن لام علي على حاجه هذيك معناتها، وانا فهمته بالغلط مي توا سافا معناتها. إيه انت علاش وقت مع حكايه نتاع فلوس قلقتكم شويه تخليك تونشالون ولا ها؟ يمكن حكيت فلوس، يمكن شويه مشاكل، يمكن برشا حاجات معناتها ساهموا في الحاجه هذيك. مانيش في فورم معناتها، خليتني معناتها هو فهم لي انا مانيش في فورم، قال لي كيش بك كيكا واحد، صارت شويه معناتها سوء تفاهم، تصلح معناتها من غدوه الصباح رجعت نترينا، تفهمنا في شنيا معناتها باش نبداو صفحه جديده، باش نبدا معناتها مريقل وكاو معناتها، ورجعت نترينا ومريقل ونكاور معناتها جوبي. وتوا شنو علاقتك به مختار ترابلس؟ علاقه تاع انترونور وجوير معناتها، ما تنجم تكون كان علاقه به معناتها، مادام تفاهمنا وهو عنده فيه ثقه معناتها باش نخدم، سورتو بعد ما حكى معايا معناتها من وقتها قاعد ينصح فيا وقاعدين معناتها حتى يوصل شهاب باش ينصحني الكابيتان معناتها، يقول له انصحه خاطر يعرف الكاليتي نتاعي ويعرف كل شيء ويعرف النجم نوصل هكا. هو معناتها قاعد يحكي معايا، قاعد يأطر فيا كما نقولوا باش يخرج مني معناتها احسن حاجه باش نشوفوك. نشوفوه يعمل عليك كما قيس العقوبي اخر الموسم كملت تظهرلي اساسي، تكون باش تكون اساسي ان شاء الله مقابلات الاولانيه في الشامبيونان والبدايه مع ايطوال ان شاء الله. قاعد نترينا ان شاء الله، هو شو عنده هو ما نجم نعطيك حتى شيء انا معناتها، شو عند الانترونور شافني اساسي معناتها، شافني اساسي شافني نهبط الدرج نهبط الدرج معناتها، هذاك شو عنده هو المهم. بلوز امبورطون معناتها نعاون انا كي نلعب ولا ما نلعبش، نعاون صحابي هاني قلت لك معناتها، شو عنده هو هو اللي يحكم في الاخر. اول اكسبيرينس هو اللي باش تكون لي في الرابطه الاولى، قادر يعطي يرفع تحدي مع سي بي، قادر يعمل موسم ممتاز مختار ترابلسي، كيفاش تحكم عليه انت في اول تجربه ليه كمدرب نتاعكم؟ انت قريب له اكيد اكثر، وقاعد تنجم تحكم حتى على لي زونترينمون على المقابلات الوديه. والله صحيح معناتها احنا قاعدين نخدموا بالكدا في لي زونترينمون، صحيح في لي ماتش يكون مش قاعده تمشي برشا الكره، سورتو معناتها سورتو احنا تو مانيش قاعدين عارفين معناتها، هو بيدو مش عارف اسكو معناتها التشكيله معناتها هذيك اللي باش تلعب هذيك لي، خاطر فما دي جوير معناتها ما معناش الحق نعملوا دي ريكروتمون معناها. هذيك هو المشكله اللي مخليته تو معناتها يمكن هو يخمم فيها اكثر حاجه، مي قاعدين نخدموا نحن قاعدين نخدموا بالكدا معاه ان شاء الله تجي لي ريزلتا في معناتها في لي ماتش نتاع الاوفيسيال، ما تجيش في لي ماتش ميكو طمن جمهور السيابي معناها. اكيد اكيد نحن سنة عندنا جروب بي، عندنا جروب صغار، عندنا دي كادر كما قلت لك، حتى صغار اللي عندنا معناتها شفت علي الدريدي، سليم جندوبي، خليل بلبوز معناتها جواريت لعبه معناتها لعبوا في الناسيونال معناتها عندهم الخبره كشوك كيف كيف معناتها عندهم الخبره باش يتعامل عليهم زيادة معناها، هذاك علاش معناتها عندنا جروب باهي مع الكبار مع الصغار نجموا نخرجوا حاجه باهي السنه ان شاء الله. ماك شاكي بالسيابين انت موهبه؟ لا هذا الشيعة ولا ما نعرفش كيف يقولوها حاجه معناتها، يمكن حتى برشا جمهور سيابي يلومني كيف انا شاكي، انا موهب شاكي بالسيابي كيفاش معناتها ولدها شكا باه، مي ما الحكايه هذه ما فماش معناتها جمله، ما نعرفش كون خرجوا الاخبار ربي يهديه، مي ما فماش منها جمله، قاعد نترين على روحي قاعد نخدم باش نفك بلاصه معناتها، قاعد نخدم كي العباد الكل، ما فماش علاش باش نشكي، جمعيه عطاتني الاسم معناتها ما نجمش باش نشكي بها، ولا عباد يحبوني خاصه جمهور سيابي غادي قول مهاب معناتها قول لك طفل بيت طفل واحد معناتها ما نجمش نشكي بحب عباد هكا معناها. قلت لي ولدها تعتبر نفسك ولد سيابي؟ الحق لا، الحق لا خاطر تكونت في نادي الاولمبي للنقل من الصغير، ولد سيابي توا معناتها خاطر هي عطاتني الاسم معناتها، نادي الاولمبي للنقل كونتني معناتها من الصغير، كنت موجود في كامل الاصناف معناها، وهي اللي عطاتني زاد اسم وترومبلان باش مشيت لسيابي، مي توا نسمى ولد سيابي خاطر جمهور يحسبوني ولدهم زاد ما نجم نقول لا. فهمت. باهي ما انت جبت على الاولمبي النقل، اكيد راك سمعت فما مرابط تكون رئيس الاولمبي النقل سيرين مرابط، كي تقد روحها خاصه نعرفوا تحبوا تقرا نقولوها منطقه الملاسين سخونه شويه معناها. مادام مرابط تقد روحها فماش مرابط ما تقدش روحها، فاش تقد روحها معناتها سيرتو مش سخونه معناتها،
غادي يحبوا معتها يحبوا CUT معتها يحبوا ماذا بهم تطلع هذاك علاش معتها نتصور عندهم انا ما عنديش كونتاكت مانيش قريب برشا طاو مانيش قاعد نتابع مي قاعد نسمع كالعبد الكل قاعد نسمع فما مراه معتها شاده النادي الاولمبي للنقل معتها نتصور حاجه باهيه نتصور سيرتو فما فلوس طاو باش تعاونهم اكثر معتها باش يكونوا معتها باش يكونوا اقرب للصعود ان شاء الله معتها ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي يوفقهم جاوك عروض في الصيف مهاب والله فما عروض مي وقت حتى كي نحكي مع رئيس ولا نحكي مع واحد يقول لي ليه اصبر مازلت مازال عندك معناتها ما طعتي تخرج مخير والله سمعت كلامه معناتها خاطر عنده ثقه فيا والانترونير معناتها عنده ثقه فيا هكا هو معناتها خيرت نبقى في سي بي سورتو معناتها كيما قلت لك الجروب ديما نعاودها جروب صغير ديما اقرب لبعضنا معناتها باش نكونوا باش ننجحوا مع بعضنا خير معناتها حبيت تفسخ انت في وقت من الاوقات والله حبيت نفسخ يمكن معناتها خاطر صارت شويه مشاكل صارت شويه ظروف حبيت نخرج سيوتو حبيت نبدل حبيت نشوف معناتها حاجه اخرى مي يعني قلت لك الرئيس مشاكل وشنو الظروف نتاع من انا يحي ظروف برشا ظروف معناتها خليتني نجم نخرج نحب نخرج بلوتو مي الرئيس انا قلت لك ديما نرجع نقول لك الرئيس عنده فيه ثقه ولا نترو عنده فيه ثقه باش نكمل ذاك علاش كملت وان شاء الله سنة عم باهي ان شاء الله شنو طموحاتك المستقبل المهم فماش حتى بعد ما يطمحش يلعب في الاوروب معنا طموحات كلاعب الكل واحد يخرج يحترف يشوف الكره الصحيحه كما نقولوا نحنا باش يقدم في حياته كناسيونال زيد علاش ليه يعني. انا نعرفك باش مغروم انت باش شنو البطوله تشوفها روحك والله مغروم ما نتفرجش برشا صحيح في الكره اسلام ماني قلت لك مي تعرف نتابع عزوز في الفانتازي آه. معناها وتعرف مغروم بريمير ليغ معناها اقوى بطوله في العالم تاع بريمير ليغ شوف روحك نهار تبدا تلعب في الفانتازي وتحط موهبه اي نضيع بلانتي نجم تصير نجم تصير تنجم بوركو با علاش ليه معناتها واحد يخدم على روحه بلوز امبورتون واحد يخدم على روحه ما يسكر وذنيه ويخدم على روحه باش يقدم معناتها خاطر بتوقع تسمع في العباد زاد فما حاجات تقلق بتوقع تسمع في العباد معناتها باش تتقلق وتخرج من الكرة تراسيك تخام في حاجات أخرى معناها يعطيك الصحة مهاب بالتوفيق إن شاء الله خليك لو كانت تحب كلمة الختام ليك الجمهور السي بي كلمة مفتوحة عليك الجمهور السي تي كيف زاد شكون تحب والله جمهور السي بي نقول لهم جمعيتكم معناتها في أيدي أمينة معناتها جمعية كبيرة ما علينا كان طوى نبرهنوا لهم اللي الثقة اللي حطوها فينا معناتها قالوا يحبوا يلعبوا بالليجان الثقة اللي حطوها فينا والثقة اللي حطها فينا رئيس الجمعية واللي حطها فينا معناتها لونترونور وليزادجوان معناها لازمنا نبرهنوا اللي نحن نستحقوا معناتها الثقة هذه نمشيوا لبعيد إن شاء الله في الشامبيونان إن شاء الله نكونوا مفاجأة السنة إن شاء الله معناتها ما نقعدوش في غصرة عم ناول وإن شاء الله معناتها التيران في أقرب وقت يقدونا التيران يقدونا الكنز مينيموم معناتها باش نكونوا موجودين إن شاء الله في التيران تاعنا وكلمة سلام سامحني جمهور CUT معناتها يقفوا لجمعيتكم معناتها خاطر فما برشا مواهب فما برشا أولاد في CUT معناتها يستحقوا يكونوا في الناسيونال نحكي لك على الأولاد الصغار معناتها بيبينير نتاع ملاعبية ان شاء الله يقفل جمعيتهم وان شاء الله ربي يوفقهم وربي معاهم ان شاء الله وانت زاد ربي يوفقك ربي معاك مهاب بالتوفيق ان شاء الله للسي بي في الموسم القادم باش يكون ان شاء الله باش يبدا نهايه الاسبوع الحالي فلاش بول ثم موسيقى بعد مواصلين في فير بلاي حتى لما